السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريم، إن شاء الله تكون طيبين. اليوم جيت لكم بشعري كذا، يعني اليوم صراحة حاولت ألف شعري وكان ما عندي وقت، قلت لازم I have to shoot this video، فقلت أنتوا عيلتي يعني أخجل منكم ليه، فقررت أطلع لكم بالكرلز هذولي. بصراحة يعني حلوين مش بطلين، يعني يدوكم شوية ألوان. So إيش فيديونا اليوم؟ جهز لكم فيديو عن إيش ممكن تشتروا $100. طبعا في ناس ممكن يتسألوا بيقولوا طيب انا بقدر اشتري $100 ملابس كثيرة، يعني ايش المشكلة؟ والموضوع مو كذا، الموضوع انه كيف تقدري تشتري $100 من ماركات عالمية. يعني انا بروح مثلا اديداس عشان اشتري والله قطعتين بتكلفني فوق $100 او $150. فانا كنت مسجلة في لورد اند تايلر، عمل ريجستريشن اونلاين، فبعتولي مسج انه في تخفيضات مسوين زي الاوتلت جوة المحل، فرحت دغري طرت هناك لانه تعرفوا خلاص احنا وقت عيد الحين ولازم احد يشتري ويقضي. فانكم تلاحظوا الاشياء اللي اشتريتها على فكره ما هي ملابس والله حقت كشخه زي لما اكون في دول الخليج. انا هنا في امريكا ما عندي كثير زيارات ولا عندي قرايبي هنا ولا عندي احد، فالاشياء اللي اشتريتها اشياء تخص الشتاء، ملابس شتويه وملابس رياضيه، لانه انا صراحه بعد عمليه القيصريه خلاص بدات احب البس ملابس مريحه، ما احب شيء ماسك علي مكتفني، احب البس شيء جدا مريح. فحتشوفوا ايش نوعيه الملابس اللي اشتريتها، بس حقيقي ماركات عالميه وغاليه، فاوريكم كيف سعرها قبل وبعد. فخلونا يلا نبدا، يلا بينا. اول شيء هنا عندي اندر ارمر، شوفوا الليجنج هذا اكتيف وير مره خطير ناعم، كان سعره ب 49 99 يعني $50، نزل سعره الى $6. نجي على القطعة الثانية اللي هي بنطلون اسود من شركة ديموكراسي. طبعا انا عندي مشكلة في البناطيل السوداء، ما ادري انتوا زي تلاحظوا نفس الشيء ولا لا، لما اجي على بنطلون لونه اسود اشمه دائما فيها ريحة زي الكبريت، ماركة غالية ماركة رخيصة اللي هي، فلقيت هذا ديموكراسي مرة حلو، مع انه فيه البرنت الجيشي هذا، شايفين كيف الرفلكشن ليجينج زي الليجينج، هو بنطلون طبعا زي الستريتش مطاطي، شوفوا كيف. فا يس سعره في المسبقا كان 78 ونزل سعره الى $18. خليني بس اوريكم كيف علي الان لما البسه، مرة حلو مرة مريح، يعني هذه من البناطيل اللي ممكن حتى تناموا او تقيللوا فيها. شوفوا كيف دائما لما البس بنطلون وجلست هذه الجلسة وحاسة اني ركبي مرتاحة وكل شيء، ما في اي منطقة مشدودة فيها، لا بطني ولا سيقاني ولا شيء، احس بالراحة خلاص اشتري على طول. نيجي الان لثالث شيء اشتريته اللي هو سويت شيرت، هذه من مارك نيويورك، مكتوب عليها all I need is love. طبعا اللي مو عاجبته الجملة يسوي كذا بس، all I need is chocolate. انا مرة اعشق الشوكولات، فعشان كذا اخذت هذه. اول شيء كان سعرها، خليني بس اشوف التاج، انا متأكدة انا فاكرة انه كان 60 او 59 سعرها الاساسي ونزلت الى $10. ف بالنسبة لنا هنا في ميشيغن نحتاج أشياء زي كذا شتوية، يعني هنا في ميشيغن مدة الشتاء أطول بكثير من الصيف، يعني 3 شهور بس صيف والباقي السنة كلها برد. So that's all I need is chocolate. Oh, I can't wear it، ما أقدر ألبسها عشان هذا الشيء. ف anyways it's very nice very cute مع بنطلوني الأسود اللي أنا لابسته الآن، شوفوا كيف very very cute، او خلوها اسود كذا تشوفوا. اوكي نجي على اللي بعده، هذه سويت شيرت من اديداس، شوفوها تخيلوا هذا مقاس small، ما ادري كيف جاي small، شوف دش ما ادري عشان موديلها اصلا واسع، وعندنا بلغتي انا يسموه مهطبل. So this is the style، شوفوا كيف
بس صراحة جربت، أنا أول ما شفتها قلت يا الله ما أحب الأشياء اللي زي كذا، بس لبستها مرة شكلها حلو لأنها شوية ثن، ما هي مرة فضفاضة يعني عارفين الشكل هذا البايخ، مو زي كذا لا طايح على الجلد. السعر الأصلي كان $50 فنزلت إلى أن وصلت $10. يا جماعة أديداس $10 فين تلاقوها؟ من بعيد كذا عشان تشوفوا كيف شكلها، كيوت very cute. طبعا أنا لو تقطعوني ما أشتري أي ماركة، سعر البلايز حقتها 60 أو 70 أو 80 دولار، because I feel it's a waste of money. So next Under Armour هذه الشيرت زي الستريتش بس انها على قطني، هذه جايه مره ناعمه مره بارده مره حلوه، ف يس هذه ب $6. كانت كم قبل؟ كانت ب $32، شوف سعرها قبل الخصم صارت ب $6. Again Adidas مره ثانيه، طبعا زي الجاكيت كذا زيبر مره حلوه، عندي واحدة لونها كذا فستقي أخضر فستقي على رصاصي فعجبتني يعني مريحة وفي اللبس، فقلت أشتري هذه مرة لون حلو أحمر. طبعا بعد ما سويت يوم كامل باللون الأحمر حبيت الأحمر على فكرة، يعني للناس اللي حابين يعرفوا ليش أشتري الأحمر. ف this is it، شوف كيف شكلها، واو this is wow 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 small very nice I like. طيب نجي للي بعده. Oh no نسيت أقول لكم هذه سعرها كم قبل؟ سعرها الأساسي قبل الخصم ب $65. طبعا نزل سعرها إلى أن وصلت $32، بعدين نزلت 60% زيادة وصارت ب $19. $16 مش $19. شوفوا هذه يا جماعة أديداس again. شوفوا المرة هذه كله أديداس جايبة، بس صراحة هذه مرة عجبتني لما لبستها خطيرة، وأحب البلايز أو الكاتس اللي زي كذا مفتوحة كبيرة فتحتها وتلبسوا بلايز برضو تانك توبس من تحت مرة تطلع شكلها خطير، أو البراز تعرفون السبورت برا. فهذه القطعة كان سعرها قبل الخصم ب $25 فوصلت ل $6. Yeah. $6. فنجي الآن لآخر قطعة من لورد اند تايلر اللي هي هذه بلوزة كتان، عجبتني الصيفي ألوانها أبيض مقلم أبيض وسماوي، كان سعرها قبل الخصم 68 فنزل سعرها إلى سائل أن صارت $10. تخيلوا، فأنا بس جالسة أقول تخيلوا 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 كثير، بس عن جد مرة أنا صعقت من الأسعار، ما قد رحت محل فيه تخفيضات بهذا الشكل. أنا والله شوفوا أنا كنت بنزل هذا الفيديو يوم الاثنين بس لأنه لسه السيل والأوتلت ماشي، فحبيت أنه الكل اللي عايشين هنا في أمريكا يروحوا على طول دايركت ستريت للورد اند تايلر ويروحوا يقضوا، فلأنا عارفة أنه في ناس الآن بيدوروا ملابس للعيد وغير ملابس للصيف أو لأي أوكيجن، عن جد ضروري تروحوا على اللورد اند تايلر، حتلاقوا تخفيضات رهيبة، روحوا يا جماعة روحوا. ف يا خلينا نجرب هذه بس، this is very cute طبعا مع تانك توب مو ذا البلوزة، بس بوريكم يعني كيف شكلها موديلها، قماشها كتان من قدام قصيرة من ورا طويلة، اللي يحبوا يلبسوا مثلا ستريتشز اور ستريتش افتحها كذا، سامر تايم. طيب نجي الان ل H&M اللي هو كلفتني كلها البضاعة $30. نبدا واحدة بلوزة اللي هو شتوية او ريفوار، اللي يعرف ايش معنى الكلمة يكتب لي في الكومنتس، بتذكر اني انا سمعتها ما ادري هي باي باي يعني ولا اهلا، اللي عنده ترانزليشن ليها يكتب لي بالكومنتس. بيضة، انا ما عندي ولا بلوزة بيضة، شوفوا كيف الابيض روعة يا ناس، انا ما ادري ليش طالما نفسي وما اشتري ابيض انا، ف يعني شوفوا كيف شكلها، الابيض خطير حتى مع البنطلون الاسود اللي اشتريته، هذا يمشي مع كل شيء، انا خطير خطير خطير، قلت لكم هذه ب $6 $6. لبس اشتريته عيدية آدم كسوة العيد، آدم يحب التركات سيارات شاحنات garbage truck
excavator, everything has to do with trucks. يحب أي شيء. فهذه شوية شيك على شيء هو يحبه. هو اختار بلوزة هذه وعجبتني برضو, يعني مش بطالة. اشتريت معها هذا الشورت لاجين مرة حلو. سعرها كان $10 و$10 و$20, لكن مع الملابس اللي اعطيتهم هي ودون خفض تخفيض 15%. وسجلت, قالوا لي تسجلي في موقعنا حق H&M وحنعطيك 20% إضافية, تخفيض إضافي. فصفيت على $14. So this is one. I'm happy. خلصت من أولادي لبس العيد. وهذه جوليا من Children's Place, اسمه رامبر. مرة حلوة, ناعمة ناعمة, يا الله شيء خيالي. سعرها كان $30 واشتريتها $10 أو 9 أو something, يعني $10 أوكي مع التاكس وكذا. مرة حلوة, زهري, كيوت. هذه الألوان التشكيلة حلوة مرة على جوليا, طلعها كيوت مع بكلة شيء كذا, يعني تعرفوا البنات ودلعهم. فإن شاء الله أوريكم صور لجوليا. اللي مو متابعني على الإنستغرام يضيفني على الإنستغرام, نفس اسمي على اليوتيوب ريما كواد, ابحثوني وأضيفوني. ف this is it. بس هذه هي يا حبايبي الفيديو. بس حبيت أني أنا أفيدكم وأقول لكم اجروا على لورد اند تايلر. التخفيضات اللي هي اونلاين مش نفسها اللي حتلاقوها في الستور. كان هذا هو فيديونا اليوم, ان شاء الله ما طولت عليكم. بليز لا تنسوا اعملوا شير ولايك سبسكرايب ثامز اب, كمان اعملوا لايك للفيديو, وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.